السلام عليكم مرحبا طلاب، محاضرتنا اليوم راح تكون ضمن مادة الإلكترونيك. راح نتكلم بها عن تحليل دائرة الـ RTL Inverter. دائرة الـ RTL حكم عندنا بها Inverter ونور ونانت، اللي هي يعني Inverter بمعنى نوت ونور ونانت. الـ RTL اش تلمس؟ عندنا الـ R بمعنىها Resistor Transistor Logic، معناتها الإدخال راح يكون على مقاومة، الإخراج من الترانزستور. واللوجيك يعني ذكرني بالتقنيات اللي هي بوابات الانفيرتر والنور والنانت. ايش راح ناخذ تحليل لهذه الدائره؟ راح ناخذ ايجاد البي تي سي، وهسه نتكلم عنه بهذه المحاضره. ثاني محاضره راح نتكلم عن الفان اوت، والاخير راح نتكلم عن قانون الباور لهذا النوع من الدوائر. بالبدايه لو جينا حكينا عن دائره الانفيرتر، الجدول لها اذا دخلنا 0 فالاخراج راح يكون 1، اذا دخلتوا له 1 فالاخراج راح يكون 0. لو مثلتوا هذا الشيء عن طريق مخطط او كيرف، يعني علاقة ما بين منو الـ VN والـ VOUT، راح تقول عندما الادخال 0 راح تحصل اعلى اخراج. امتى ما ارتفع الادخال، امتى ما خلينا نقول قدح الترانزستور تحول من حالة الاوف الى الاون، ايش صار الاخراج؟ بدا يقل الى ما صار الاخراج زيرو. متى هذا الشيء؟ عندما الـ VN مالك صار تساوي لـ VN هاي، VN لو. إذن الإدخال، فولتية الإدخال قبل الـ VN لو، الترانزستور مالنا راح يكون في حالة أوف. متى ما صارت فولتية الإدخال تساوي VN لو، الترانزستور مالنا صار في حالة أون. لكن هاي حالة الاون لها حالتين، ممكن يكون اون وفورورد، ممكن يكون اون وساد. فهو اون وفورورد الى متى؟ ما بين الـ VN low والـ VN high. بعد الـ VN high فهو اون بس شنو؟ في حالة saturation. ايضا احلاحظ عندي مستويين من فولتية الاخراج، المستوى الاول اللي هو ايه هذا، والمستوى الثاني اللي هو ايه هذا. هذا اعلى فولتية من الاخراج اللي أطيق أحصله، فحقول VOUT HIGH، وهذه أقل فولتية من الإدخال أطيق أحصله، فحسميها VOUT LOW. هذا مخطط دائرة الإنفيرتر اللي حنشتغل عليه. زين، نجي نتكلم عن الدائرة نفسها، من إيش راح تتكون التحليل بشكل بسيط، وإيش نجد ذول الـ VTC Critical Point. الـ VTC راح يكون الـ VOUT HIGH، الـ VOUT LOW، VN LOW والـ VN HIGH. نجي ناخذ شكل الدائرة. شكل الدائرة راح يكون بهذا الشيء. راح يكون عندنا مصدر VCC RC، طبعا ترانزستور من نوع NPN اللي هو يحوي على أطراف كولكتر بيس إيميتر RB. هون راح يكون عندك الـ VN، ومن هاي النقطة راح تاخذ الـ VOUT. زين، إيه هذه الدائرة؟ ما راح أحط الإدخال زيرو لوجيك عند هذه النقطة. من الإدخال زيرو لوجيك الفولتية إيش راح تكون؟ الإدخال زيرو لوجيك فالفولتية من الإخراج راح تكون أعلى ما يمكن. ولمن تحط VN high راح تحصل VOUT low، يعني الـ VOUT low والـ VN high يلتقون بنفس النقطة، والـ VN low والـ VOUT high يلتقون بنفس النقطة. يعني إذا دخلت زيرو لوجيك أحصل 1 لوجيك. بس نركزوا معانا على هذه الأساسيات اللي حتعد مهمة بدوائر RTL و DTL و TTL. إذا كان عندك الإدخال 0 فالترانزستور المقابلك راح يكون في حالة OFF، وإذا كان الإدخال مالك 1 فالترانزستور مالك راح يكون بحالة SAT. إذا أنا مدخل 0 وأحصل 1، الترانزستور مالنا في حالة اوف. ايش نقصد في حالة اوف؟ بمعنى اكو قطع بالدائرة، بالتالي لا اكو تيار راح يمر هوني، ولا اكو تيار يمر هوني، ولا اكو تيار يمر هوني. اذا لو جيت هسه اريد احصل الـ VN والـ VOUT، بما انه الادخال 0 فانت عطلع VN low لو VN high، 0 لوجيك، اذا عطلع VN low تساوي، وبما انه الاخراج مالك هاي بمعنى انت تطلع في اوت لو في اوت هاي، لا تقول في اوت هاي.
يون لوجيك أعلى ما يمكن إذا هاي، زيرو لوجيك أقل ما يمكن إذا لو. ال V out هاي هي الفولتية، أصل هذه الفولتية ما عندك تيار هوني، إذا ما حيتولد مصدر فولتية على اسمه VCE، بالتالي راح أقول ال V out هي الفولتية المسلطة على ال VCC ناقص الفولتية المسلطة على طرفي هذه المقاومة. الفولتية المسلطة على طرفي هذه المقاومة حتولد على طرفيها فولتية؟ راح تقول لا، فولتية المقاومة هي عبارة عن R في I، بما أنه أكو قطع بالدائرة معناته التيار صفر، معناته ال V out high هي نفسها منه VCC. طيب ال V and low راح تجي تقول تاخذ لوب لهذه الدائرة من ال V and low وتحاول تصل منه الأرضي، راح تمر بفولتيتين، فولتية المقاومة RB وفولتية اسمها VBE. فولتية المقاومة RB ايش قد؟ احنا اتفقنا اي فولتية للمقاومة من قانون اون R تساوي فولتية على التيار، فالفولتية تساوي لي R في I. اكو تيار بما انه قطع بالدائرة، اذا ما اكو تيار بالتالي فولتية المقاومة RB تساوي لي صفر. منو بقالي؟ VBE. انا بيا حالة ترانزستور اوف، انت عم تطلع ال VN low، الاحظ انه ال VN low تاخذ بين خصائص نقطتين، تاخذ بين خصائص الترانزستور لما يكون اوف وبين يكون ترانزستور فورورد. كذلك الحال هون من ال VN high، انت بين الفورورد وبين السات، فتاخذ خصائص بين السات وبين الفورورد، فاذا ال VN low تساوي لي VBE فورورد. هاي راح تكون عندنا ثابتة لهذه الدائرة، ال V out high هي VCC، ال V in low هي VBE forward. إذا ممكن أجي وأسجلها على هذه الدائرة مثلا، ال V in low طلعناها VBE forward، وال V out high هي VCC. نمسح هذه الدائرة. ونجي نعكس بالإدخالات. هالمرة إذا دخلت واحد وخرجت زيرو، بما انه انت عتدخل واحد، اذا V N يعني ادخال لو لو هاي ال 1 ال 1 هاي اعلى ما يمكن، و V out بما انه الاخراج زيرو V out لو. هذا الترانزستور ما حيكون في حالة سات، وانما عفوا ما حيكون بحالة اوف، قلنا بما انه اذا كان ادخال زيرو الترانزستور اللي يقابله راح يكون بحالة اوف، بما انه ادخال واللوجيك الترانزستور اللي راح يقابله راح يكون في حالة ساتوريشن. ممكن ارسم المكافئ للترانزستور بحالة الساتوريشن، بحالة الاوف رسمنا له قطع. حالة الساتوريشن عبارة عن مصدرين من الفولتية بهذا الشكل، هذا نسمينه VCE sat وهذا VBE سات. إذا راح تقول ال V out هي الفولتية من هذه النقطة إلى هذه النقطة، راح تنحكم بهذا المصدر من الفولتية اللي هو المتولد ما بين طرف ال C وال E. الترانزستور بيا حالة سات، إذا ال V out لو راح تكون VCE سات، ال V out لو راح تكون VCE سات. ما راح تقتصر لل VCC كون أنه أكو مصدر DC voltage أقرب عليها هو اللي راح يحكمها اسمه VCE والترانزستور بحالة سات. نيجي على ال VN high وهي ال VTC الأخيرة لهذه المحاضرة، راح تقول عبارة عن loop من هذه النقطة إلى أن يصل الأرض. قبل شوية قيمة قيمة الفولتية المسلطة على طرف ال RB كان الصفر لأن التيار ما يمر بالدائرة، هسه حتقول أكو فولتية مسلطة هنا، إذا IB في RB اللي هي منه؟ اللي هي فولتية المقاومة RB زائد منه VBE. قبل شوي ايش كانت ال VBE؟ VBE forward. هسه يا VBE VBE سات، فولتية المقاومة RB VBE سات، خلص وصلت الأرض. VBE سات تعطب السؤال، ال RB تعطب السؤال، منو بقى عندنا؟ الـ IB. أرجع القانون، أشلون أطلع الـ IB؟ أقول عندي قانون يقول
من مرحلة ثانية أخذناه نقول اي سي تساوي اي بي في بيتا. أنا أريد اي بي، أنا بدي أعوض هوني وأخلص الحل. إذا اي بي تساوي اي سي على بيتا. طيب الاي سي كيف أجده؟ راح تقول الاي سي أفضل طريقة، عندك طريقتين طبعا، لو ترجعون للمحاضرة النظري أو الملخص راح تلقون طريقة عبارة عن دي سي إكوفالنت سيركت، تمام؟ نكمل التصوير. عندنا قلنا بالمحاضرة أو الملخص راح تلقون عبارة عن دي سي إكوفالنت سيركت على مود أجد اسمه شيء اسمه الاي سي، لكن راح ناخذ ليه شيء اسمه لوب مختصر، هو راح نستخدمه بقوانين المحاضرات الجاية. أيضا من قانون أوم اللي هو R تساوي فولتية على التيار، التيار شو يساوي لنا؟ فولتية على المقاومة. فتجي الـ IC هو التيار اللي يمر بالمقاومة RC، يبدي من إيش؟ المصدر أول فولت هي فولتية على التيار، يا فولتية حيصادف أول شيء VCC ناقص البقية إلى أن تصل منه الأرضي. إذا هذه الفولتية عتمشي 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 مريت ال V C E C E V C E يا حالة للترانزستور ساد، طبعا لو اوف ما كان طلع تيار اصلا، يا مقاومة مريت بيها R C. نعيد هذا اللوب بشكل سريع، V C C ناقص V C E ساد على R C، يعني كم فولتية انت مريت بيها على كم مقاومة انت مريت بيها. ال VCC معطى، ال VCE سات معطى، ال RC معطى، راح تطلع منه ال IC. تيجي تقسم ال IC على بيتا، طلعت منه IB، عوضت IB هوني، RB معطى، VBE سات معطى، وجدت أيضا ال VN high. إذا وجدنا كل ال critical point اللي عندنا، ال VN low قلنا هي VBE forward، ال V out high هي VCC، ال V out low هي عبارة عن VCE سات، وال VN هاي هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن IBRB زائد VBE سات. طبعا القوانين لهذه الدائرة اذا بقت ثابتة فهي نص القوانين راح تبقى. ال IB من اجيبه؟ راح تقول ال IB تساوي لي IC على بيتا، حيث ان ال IC هي عبارة، حيث ان ال IC هي عبارة عن VCC minus VCE sat على RC. ها كل القوانين اللي احتجناها، لكن اللي رشيتمو عن يسار ورشيتمو أثناء هذه المحاضرة كان شرح مختصر، إذا ما طولنا كثير بالفيديو. هذا كل الشرح اللي ممكن نحصل فيه في VDC critical point، علما أن هذا الشرح راح يخدمني بالمحاضرات القادمة همين، ولهذا شوية تعمقنا بينه.